احنا بيدهمنا الوقت يا دكتور، ده الوقت عدى بسرعة جدا. كلمتك الأخيرة للجمعية العمومية وأنت واحد من المرشحين اللي مقدم أوراقك اليوم، في دقيقة اتفضل. بالظبط، أنا بقول للجمعية العمومية يعني طبعا حضراتكم عندكم القدرة على اختيار مين يمثلكم، ودي أنا قلتها قبل كده، وربنا يولي الأصلح. يعني كلنا بنخدم النادي الأهلي، كلنا عايزين نخدم النادي الأهلي، وأنا بتكلم دلوقتي والكلام ده هيتسجل، اللي أنا سواء ربنا كرمني إن شاء الله بدعمهم أو لا قدر الله ما حصلش، أنا مستمر في دعمهم وموجود في تقديم الخدمات للنادي الأهلي. يعني إحنا عايزين نخدم النادي الأهلي دلوقتي، الحمد لله ظروف متاحة. وفي الآخر برضه أقول لهم تاني، أنا رقم واحد أحمد غيط. عندك أي حاجة تحب تضيفها؟ كان ليك أي ملاحظات؟ لا أنا الحمد لله كل حاجة قلناها، وبشكر حضرتك على الاستضافة الكريمة دي، وإدارة القناة وإدارة النادي الأهلي على الحيادية بصراحة اللي موجودة في الانتخابات. أنا الناس شايفة قدامهم نتكلم حوار يعني على مستوى حتى الترشح بتاع عضوية مجلس إدارة، الأسئلة كانت في منتهى البساطة الحمد لله. دكتور احنا يعني في الأول وفي الآخر هدفنا النادي الأهلي. بالظبط. فالقناة بتقدمه للسادة المرشحين فقط كنافذة يطلوا من خلالها للجمعية العمومية والأعضاء والجماهير النادي كمان. ده صحيح. كنا سعداء بحضرتك جدا وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للدكتور أحمد نبيل غيط، واحد من مرشحي عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، اللي أطلع على حضراتكم النهاردة من خلال الأهلي ينتخب عشان يقدم لكم كل رؤيته وكل أفكاره وكل برنامجه والتطبيق اللي عمله نحو مبادرة صحية. نتمنى له كل التوفيق، كما نتمنى للجمعية العمومية دوما كل التوفيق في اختيار من يقود النادي للمرحلة اللي جاية.